ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم الموتزاريلا ستيكس او صوابع الحلوم السوري. الحلوم السوري دي جبن سوري بنجيبها من عند السوريين، يعني هما اللي بيبقوا عاملينها، بتبقى طبيعية. للأسف مش هنلاقيها في المحلات بسهولة، فأنا بجيبها من جروبات اونلاين، وفي جروب تحفة أنا بجيب منه على طول، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه تحت. مشكلة الجبن السوري عامة هي انها بتبقى حادقة شوية، فاحنا بنحتاج ان احنا ننقعها في مية قبل ما نستخدمها. انا نقعتها لمدة 2 ساعة وغيرت عليها المية. بعد كده صفتها، جبت بقسماط وحطيت عليه نشا وشوية دقيق صغيرين، وجبت دقيق لوحده وبيضاية، وهحط عليها شوية لبن وهضربهم في بعض. بعد كده هجيب الصباع بتاع الحلوم السوري وهبدأ احطه اول حاجة في الدقيق، وبعد كده احطه في البيض، وبعد كده البقسماط، مرة تانية هحطه في البيض وبعد كده البقسماط، علشان اعمل عليها طبقة قوية تحميها لما نحطها في الزيت. هكمل اللي انا عملته مع كل صوابع الحلوم السوري، وهشيلها في التلاجة لمدة 4 ساعات علشان الطبقة اللي احنا عملناها تمسك في الجبنة، وهرجع لكم تاني. دلوقتي انا طلعتها من التلاجة، قعدتها تقريبا 5 ساعات، هتلاقوها حتى ناشفه شويه وهتقدر تمسك نفسها لما نحطها في الزيت. جبت زيت ويفضل يكون غزير ويطبق علشان اطلع فيه الموتزاريلا ستيكس بعد ما اعملها. دلوقتي انا خلصتها خلاص، تحفة وبتقرمش بقى كده وفظيعة يعني، وبصوا بقى بتشد ازاي، تحفة. بس واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، واشوف وشكم بألف